مساء الخير. موضوع مناظرة الليلة حرية التعبير. موضوع الليلة هو الوراثة السياسية. شو قولك؟ حق المرأة بمنح الجنسية بشكل تهديد ديموغرافي؟ سنة 2023 مبادرة مناظرة قدمت شباب وصبايا صناع الرأي ليتحاوروا بمواضيع متعددة بتهمهم، بتهمكن، بتهمنا كلنا. لما بصير في قانون موحد للأحوال الشخصية بتصير أنا وإنت متساويين. بدنا إصلاحات للمحاكم الدينية. شو اللي بيمنع مكافحة الفساد غير إنه المسؤول عم يجي كممثل عن طائفته؟ مشكلة النازحين مشكلة الدولة، مش مشكلة حق المواطن اللبناني. وهالسنة شو قولك؟ برنامج المناظرات المتلفزة الأول من نوعه بلبنان بيرجع على شاشاتكم مع 30 شاب وصبية جداد ليتناظروا بأكثر المواضيع الجدلية بالبلد. رجعنا لكم بال 2024 بحماس واندفاع أكبر. ما تنسوا الموعد. شو قولك؟ مع زافين كيومجيان كل جمعة الساعة 9:30 المساء ببث مباشر موحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات ابتداء من 24 أيار 2024.